السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. دلوقتي في حاجة عجيبة هوريها لكم، اللي هو تحدي ركز في الصورة لمدة 30 ثانية، ثم انظر للسقف وستدهش، وانت كمان بصي للسقف وستدهشي. الصورة قصادنا ايه؟ نركز في الصورة، بس الأول نقرأ الملاحظة بتقول إيه. الملاحظة بتقول ركز في الصورة على الـ3 نقط الصفراء وعد من 1 لـ30 دون أن ترمش، ثم انظر للسقف وارمش 5 رمشات وسترى ما يدهشك. أنا هبص للصورة أهو وهركز على الـ3 نقط الصفراء ومش هرمش، وهعد من 1 لـ30. هبص للسقف وارمش 5 رمشات. يا سبحان الله، حاجة مدهشة فعلا. اعملوها وقولوا رأيكم في التعليقات.